والله الحمد لله، يعني السنة هذه تشرفت اني انضم للفريق، وانا مو بس في سباق ال 24 ساعة، حتى في سباق البورش ميدل ايست كاب، وان شاء الله يعني هذه بداية خير، متصدرين بطولة الشرق الاوسط، وان شاء الله نقدر نفوز هذا السباق، وان شاء الله الى سباقات مستقبلية نقدر نفوز فيها ان شاء الله. شاركت السنة الماضية لأول مرة في سباق التحمل او الانديورنس، كان متعب وكان اكثر من ما توقعت، بس الحمد لله التدريب والترتيب اللي صار من قبل ساعد، وإن شاء الله هذه السنة يساعد أكثر. هو أكثر فريق احترافي موجود، وفي أفضل السائقين السعوديين من كل الفئات، بالنسبة لل 24 ساعة، بالنسبة للبورش، بالنسبة لأغلب السباقات، أعتقد هم أفضل فريق موجود الآن في المملكة السعودية. I'm very happy to drive with this team here and also with the start number one on the car. It's very nice.